الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إذا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. إذا يقسم المولى تبارك وتعالى في هذه الصورة العظيمة وهي صورة الطارق، يقسم بالسماء، يقسم المولى تبارك وتعالى بالسماء، والسماء والطارق، الواو هنا واو القسم، والمولى تبارك وتعالى يقسم بما شاء كيف شاء، أقسم بالضحى، أقسم بالليل، أقسم يعني بالأشياء التي خلقها المولى تبارك وتعالى، فيقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة. ولهذا قال تعالى والسماء والطارق، ثم قال تبارك وتعالى ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بتبسيط إخوة الإيمان أن الله تبارك وتعالى كيقسم يعني بالمخلوقات ديالو، وحنا ما خصناش نقسمو يعني بشي مخلوق من المخلوقات، لأن هذا يسمى شرك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عمر يقسم ويقول والخطاب، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، فإذا أقسمت فأقسم بالله تبارك وتعالى. إذن الأحباب، إحنا دابا بعض الخطرات كنشوفوا شي ناس كيقسموا، كيقول لي هو الطعام للمشاركين، كيقول لي مثلا والبزيزيلة، وكيقول لي مثلا كيقسم مثلا بالسادات أسيدي مسعود هكذا، فهذا شرك. لا يقسم الإنسان إلا بالله تبارك وتعالى. وأداة القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، لكن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط. فالله تبارك وتعالى علاش قسمها بالسماء؟ باش كيبين لنا الله تبارك وتعالى أن هذه السماء عظيمة جدا. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى والسماء ذات الرجع، يعني ذات الرجع ترجع يعني الغيت، ويقول لنا في آية أخرى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ويقول الله تبارك وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي ما فيها من شقوق. فكل صنع الله تبارك وتعالى فهو متقن جل جلاله. فالله تبارك وتعالى كيبين لنا واحد المسألة هنا عظيمة جدا، أن لا بغينا نقسمه بالأسماء ديال الله تبارك وتعالى. لا يقسم الإنسان إلا بالله تبارك وتعالى، إذا أقسم بشيء آخر فهذا شرك، فهذا شرك خفي. يغفر الله تبارك وتعالى بالاستغفار بالصلوات إلى آخره إخوة الإيمان. ثم بعد ذلك يعني قال الله تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال النجم الثاقب، النجم الثاقب الذي يثقب الظلام في يعني الليل إخوة الإيمان. ولذلك الله تبارك وتعالى يبين لأن هذه النجوم فهي عظيمة جدا إخوة الإيمان. يبين الله في آية أخرى والنجوم مسخرات بأمره، ويقول في آية أخرى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك هنا يقسم بالنجم، والنجم
إذا هوى إذا سقط. إذا هذه كتبين الحباب الله يجزيكم بخير العظمة ديال الله تبارك وتعالى. فلا يمكن للإنسان, وهذا يسمى العقيدة, لأن الإنسان يعني يوجد هناك شيء يعني في قلبه, والعقيدة هي من أصعب المسائل إخوة الإيمان. فهنا بين الله تبارك وتعالى هذا الأمر اللي هو عظيم يعني جدا. فقال الله تبارك وتعالى وما أدراك ما الطارق, ثم فسره بقوله قال النجم الثاقب, قال قتادة وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل لا يرى بالنهار. فقال الطارق النجم يعني نبي الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال إن كل نفس لما عليها حافظ, كل نفس منا عليها حافظ من الملائكة يحفظونه بأمر الله تبارك وتعالى, كما قال تعالى في الآية الأخرى قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فملك عن اليمين وملك عن الشمال يحفظوننا بأمر الله تبارك وتعالى, وكل نفس, والنفس المراد بها هنا كل شخص, كل شخص منا. فبين المولى تبارك وتعالى. لكن الحباب من الرحمة ديال الله تبارك وتعالى أن الملك اللي كيكتب يعني الحسنات هو كيتحكم في الملاك اللي كيكتب السيئات. يعني مثلا الإنسان مثلا إلا دار شي سيئة ولا شي حاجة كيقول لي هذاك الملك ديال الحسنات كيقول لي بلاتي يعني ما تكتب حتى شي حاجة, بلاتي تنشوف واش غادي يستغفر واش غادي يذكر الله واش كذا, فهذا كله لطف من الله. فعندما يستغفر الإنسان أو يذكر الله أو يصلي هنا أشنو كيوقع, كتمحى هذيك السيئة وتكتب يعني هذاك الملاك الموكل يعني بالحسنات يعني كيكتبها, كيكتب حسنة والحسنة بعشر أمثالها, وهذا كله لطف من الله تبارك وتعالى. وعندنا واحد المسألة مثلا عندما يموت الإنسان, مات هذا الإنسان هذا اللي موكلين به هاد الملكين مات, فكيتكلموا هاد الملكين ماذا يقولون؟ يا ربنا مات عبدك, هاد عبدك اللي وكلتينا به راه مات, فأين نقوم يا رب العزة؟ واش نطلعوا يعني للسماء؟ يقولوا لا, يقول لهم الله لا, ملائكتي يعني في السماء. ويقولوا أين نقوم يا ربنا؟ يعني في الأرض. قل لا, أرضي مملوءة بعبادي يسبحونني ويهللونني. فتقول هذه الملائكة وأين نذهب يا رب العزة؟ فيقول الله المولى تبارك وتعالى الحنان المنان اذهب إلى قبر عبدي فكبرا وهللا وسبحا واكتب ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. إذن هذا كله الأحباب لطف من الله تبارك وتعالى. فعندما ندرس القرآن بهذه الطريقة فالله تبارك وتعالى تفتح لنا واحد الفتح اللي هو مبين يعني جدا, وتتوصل يعني المعنى للناس بإذن الله تبارك وتعالى. إذن بين الله تبارك وتعالى قال يعني هنا كل نفس لما عليها حافظ, ثم قال فلينظر الإنسان مما خلق, نظرة اعتبار ونظرة تدبر مما خلق, خلق من ماء دافق. هذا الماء وهو المني الذي ذكره الله في آية أخرى قال أرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا الماء الذي يخرج من بين الصلب والترائب, الصلب يعني وهو صلب الرجل, والترائب وهو صدر يعني المرأة, يعني كما ذكر يعني المفسرون في هذا. إذا شوفوا الأحباب يعني هذه النظرة نظرة اعتبار, أن هذا الماء اللي احنا يعني كنشوفوه وهذا الماء اللي ذكر الله تبارك وتعالى ووصفه بأنه مهين, ألم نخلقكم من ماء مهين. فهذا الماء عندما يلتقي الرجل بالمرأة عن طريقة الشهوة فيتولد هذا الولد ويكون يعني معجزة, كيف بأن الله تبارك وتعالى
يعني كتكيبين العظمة دياله هنا، كما جاء في صحيح مسلم أن واحد العالم من العلماء ديال اليهود جاء لكي يسميهم الله أهل الكتاب، جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر؟ يعني كيف المرأة مرة كتولد ذكر مرة كتولد أنثى؟ وأراد بهذا السؤال أن يعجز الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله تبارك وتعالى أوحى إليه طريقة الأمين جبريل، قال: اسمع، إنما الرجل أبيض غليظ، وما المرأة أصفر رقيق، فإذا على ماء المرأة على ماء الرجل أنتت بإذن الله، وإذا على ماء الرجل على ماء المرأة ذكرت بإذن الله. فقال: أشهد أنك نبي، ولا يقول هذا إلا نبي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله، وآمن. فهذه يعني تثبت يعني الإعجاز يعني الدقيق إخوة الإيمان. الله.